توقفوا احتجاجا على ما رأوه محاولات لتأجيج الحقد والكراهية ضد المؤسسة الأمنية التي بذلت في الأشهر الأخيرة جهدا مشهودا لتأمين السير العادي للحياة، ويرون أن محاكمات قتلة الشهداء لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وأن مشاريع الإصلاح يجب أن تنطلق من الداخل. احنا نطالبوا توفير محاكمات عادلة وشفافة ونزيهة للناس هذوما اللي تضروا، أعوان الأمن اللي تضروا في الانتفاضة نتاع 14 جانفي، ثم محاكمة للناس اللي يبحثوا فيهم تو يعاقبوا فيهم على أساس إطلاق النار، واللي إطلاق النار سي ليطاد نيسيسيتيت القضاء العسكري والقضاء العدلي، عندنا ثقة فيهم الزوز أنهم يوصلوا للعدالة. إصلاح الأمن ما ينجم يكون إلا بتروي وبخبرة ومن الداخل. الوقفة الاحتجاجية أرادوا من خلالها التذكير بأن تنفيذ القانون عرضهم للخطر، مما يستوجب مراجعة الإطار التشريعي لعملهم. احنا في جبنيانة معناها وقع حرق مركز أمني. علاش؟ حرق مركز أمني اللي معناها القبض على مفتش عليه لفاية العدالة، ماهوش لفاية الجهاز الأمني، محكوم عليه بثلاث سنوات سجن، ولا هو سبع مناشير تفتيش. احنا نطالبوا الحكام الجدد للبلاد باش يوفروا إطار تشريعي استعجالي كيفية فض الاعتصامات والتدخل في التجمهر وفي التظاهرات. ويلزم دور كبير للأحزاب وللنقابات. الناس الكل طالب بحقوقك، ولكن ما تنساش واجباتك وتكون الوسيلة محترمة وتحترم النظام العام وتحترم ضرورات الدولة. دقائق فقط توقفوا أمام رمز العدالة دون أن ينسحبوا من مواقعهم.